جيت عند بنتي والده وبقيت هنا، حصلت هنا في هذا الحجر الصحي، وبغيت نمشي وقلنا زعما نمشيو نصاوب الورقه عند القايد وعند داك، ما بغاش يصاوبوها ليا. ودوك انا كنتسنى، خليت ولادي تمايا صغار وراجل مريض، وبغينا لا جات من خاطرهم، الله يستر عليهم. انا جيت عند بنتي وبغيت نمشي غادي لشيشاوة، وما خلونيش اسيدي نمشي، وخليت وليداتي صغار ما كانش اللي قابلهم ليا، خليهم على الجيران. عطاني الورقه ديال هذيك تاع المقدم ولا معتاتمن، والاخرين ما بغاوش يسنوا ليا فيها، فين ما ديتها ما بغاوش. نسيت قلت لهم عطوني الترخيص باش نجيب الزوجه تاعي وولادي، حتى واحد ما ساعدني، حتى واحد ما شاف فيا، داروني بحال شي. قال لي سير تلغد لي، عاود رجعت لغد لي عنده، قال لي سير صور لاكارت وحطها غنعطيك معاونه. انا ما باغيش الماكل، انا باغي مرتي وولادي، انا باغيهم هنا، انا عايش مع جيراني واكل وشارب الحمد لله. الحمد لله رمضان مثلا تندزش بعضياتنا، لو رمضان لو بدون رمضان. الله يرحم ديال الوالدين اللي ما ساعدونا، بغينا ولادنا والزوجه تاعنا يكونوا معنا في الدار. امي راه مرا كبيره في عمرها 95 عام، هذاك عاد خوات عاد اختي. جات المعاونه تاع ديتها ليها، ما عنديش نصرف عليها، انا خدامه في المارسي والحركه عيانه. ما حيت نقابل الدار غسل الموان بوحدي نصيق نعمق هادي عيت.